سلافة وخرجي كانت مادة دسمة للانتقادات هالسنة مع مسلسل شارع شيكاغو يلي أثار جدل كتير كبير بسبب الجرأة يلي تقدمت فيه، وكان لسلاف الحصة الأكبر من هذا الجدل مع شخصية ميرامار من لحظة إعلان البوستر حتى اللانهاية. ورجعت سلاف وتصدرت الترند بمواقفها السياسية يلي طغت على طاولة الحوار ببرنامج جعفر توك، فهل الجدل حيضل مرافقة بسنة 2021؟ خلونا نتابع. وهلا رح نشوف كروت التاروش ومخبيه للفنانه سلاف فواخرجي. رح اختار للكروت اللي هون. هذا الكرت بيقول لي انه انت دائما بتسعي للنجاح والتاقلم وما بتقبلي ابدا الهزيمه، وبتحبي دائما تكوني مميزة، ورح تكوني مميزة على جميع الأصعدة. هذا الكرت بيقول لي إنه في عام مزدحم للعروض، وهذا رح يمنحك فرصة جديدة لإظهار موهبة وإبداع بالتمثيل ما سبق وعملتي من قبل. هذا الكرت بيقول لي انه عندك خروج من ضغوطات واجهتيها سابقا، ورح تخرجي منها بتغييرات كتير جذريه لحياتك، ورح تكون لحياه افضل مليئه بالسلام والسعاده والتامل. هذا كرت العاطفه. عاطفيا سنه ممتازه مع الشريك، انت قادره كتير تكوني امرأة عاملة وامرأة كتير بتركزي على مسؤولياتك وعلى بيتك، رح تكون سنة كتير حلوة. هذا الكرت بدي نبهيك منه، في عندك كسوف على الصعيد الاجتماعي، في ناس تثقي فيهم يمكن يخزلوكي في موضوع، وعلى الأغلب موضوع صديقة مقربة جدا. يا ريت تنتبهي وتضوي على الناس المقربين، لأنك من الأشخاص لما بتآمني بالشخص أو بيكون شخص كتير قريب منك ما بتعيري اهتمامك، بدي تنتبهي من صديقة قريبة لك كتير. هذا الكرت بيعطي القوة والنجاح والثبات، بدي أقول لك أنت قادرة على التعايش مع الكافة، عندك قدرة على التأقلم، ورح تصادفي كتير أشخاص جدد بحياتك رح تتعايشي معهم بطريقة مسالمة وحلوة. وهذا الكرت فيه لألك اللي كتير من الحصاد بهذا العام، ورح يكون كمان فيه تميز لألك على الصعيد المهني كتير مهم. بتمنى لك من قلبي سنة مليانة محبة وسعادة وهنا يا رب.